خليني كده أروح لتفاصيل أكتر مع طبعا الزميلة العزيزة اللي مشرفانا كمان كمرأة مصرية، وهي رئيس تحرير اليوم السابع، الأستاذة علا الشافعي. مساء الخير يا علا. مساء الفل يا استاذ شفقي، عليكي وعلى كل متابعينك ومشاهدينك، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه، وانا كده يعني هقول بمناسبه بانه يعني نحن نحتفل بالمراه المصريه، فانا سعيده انت واحده من يعني السيدات الفضليات اللي تقلدتي مناصب وتستحقيها بجد يعني، وشيء مشرف. بشكر حضرتك جدا حقيقي وجودك في اليوم السابع، وجودك كمان في الدراما، وطبعا الدراما المصريه السنه دي الحقيقه مشرفه بشكل كبير. انت اي حته يا علا بتبقي موجوده فيها، بس انا مفتقداكي كمان كناقده فنيه هنا، يعني مفتقداكي جدا. معاكي طيب. خلينا كده نقول انه سنوات من العمل، سنوات من البناء والتعمير، ولكن الاهم هو انه التقدير للمراه المصريه اللي حدث في هذه السنوات، تشوفيها طيب. ازاي؟ أنا بشوف إن ده يعني كان من حقوق المرأة المصرية اللي كانت يمكن أقدر أقول مهدرة لفترة طويلة. ابتدت تاني إن هي بتستعيد مكانتها، ابتدت إن هي بتتصدر الإحساس بالتقدير اللي هو جاي من رأس الدولة. بشوف إن ده شيء كبير جدا جدا، المفروض إحنا بشكل أو بآخر، أنا شخصيا ممتنة للي بيحصل لكل الفائدات مش لي أنا بس. فأتمنى إن الحالة دي تنعكس حتى على المستويات التعامل بقى العادي من الناس. يمكن سيادة الرئيس كان اتكلم على فكره التقدير بقى وفكره التعامل، وان المراه هي ند للرجل، يعني هي مش اقل منه باي حاجه، فعشان كده هي متقلده عديد من المناصب، موجوده في وزارات مختلفه، في هيئات. دايما حضرتك سردتي بالارقام، صحيح، وجودها في الخارجيه او الدبلوماسيه المصريه، يعني الاعداد الحمد لله في ازدياد. انا اهم حاجه بالنسبه لي ان ده يبقى كمان ينعكس بقى في العمليه التعليميه، الوعي عند الطلبه باهميه زميلته اللي موجوده جنبه، ان هي زيها زيه، كائن زيها زيه، ده مهم جدا، لان احنا عانينا لفتره طويله من تراجع على مستوى الافكار فيما يتعلق بفكره الرجل والمراه. كل اللي بتمناه مع اللي حاصل على الارض بخطوات فعليه وخطوات سريعه جدا من راس الدوله، ان يكون كمان بالتوازي مع ده في العمليات التعليميه وحتى الثقافه المصريه والوعي المصري، ده هيفرق كمان كتير جدا فيما يتعلق بدور وتاثير المراه المصريه. أكيد. طيب خليني بقى بما إن يعني علا الشافعي موجودة، خلينا نتكلم كمان عن ما حققته الدراما بالنسبة للمرأة في السنوات، يعني في نفس السنوات دي أنت شايفة حققت إيه الدراما؟ بصي، الدراما على رأس، يعني أقدر أقول نوعين، على فكرة وجود البطلات الكبار اللي هم من يعني طول مش تاريخ الفن المصري هم موجودين وعندهم أعمال بأسمائهم، كمان وجود المؤلفات بقى في عندنا مؤلفات سيدات مهمات جدا جدا، ولهم تجارب مميزه وبصمه مميزه، وايضا المخرجات السيدات. ده بقى في تزايد من سنه للثانيه بسنه بعد اخرى. اقدر اقول كمان على مستوى الموضوعات اللي بتتقدم وبتعرض قضايا ليها علاقه بالمراه. انا بشوف ان ده حاصل فيه طفره برضه على مدار سنوات، دي بتناقش كل ما يتعلق بقضايا المراه، وده مهم. القاء الضوء على ده بشكل كبير جدا بيعمل حاله من التراكم والتوعيه. فاللي حاصل السنه دي مثلا، انا ممكن اقول ان يمكن ما يبقاش صارخ ومتصدر المسلسل بعينه زي ما كان حاصل مثلا في عام فتح الحرب او غيره، ولكن ان احنا عندنا الحقيقه السنه دي نماذج مشرفه من مخرجات، مخرجه مهمه زي صحيح كان قدمت تجربه مهمه جدا طبعا. وجود فانا دايما بقول هو ده الرهان الحقيقي، اسماء في الكتابه زي صبر الطاهر وغيرها في تجربه بدون سابق انذار، انا بشوف ان ده انجاز كمان صحيح جدا للدراما المصريه في هذا العام. صحيح، وهم شباب مش كبار، وده طبعا من اهم المميزات الموجوده في هذا الموسم، اللي فيه تنوع على مستوى الموضوعات، على مستوى الاجيال المشاركه في هذا الموسم، مش بس في التمثيل ولكن ايضا في الاخراج والتاليف، في تنوع على المستوى الكبير ده بالنسبه للستات والرجال. أكيد. علا الكلام يطول، وإن شاء الله يكون عندك متسع للوقت، ونتكلم بقى على الدراما بتنوعها هذا العام، وهتفضل دايما المرأة المصرية الحقيقة يعني هي كمان زي ما المجتمع بيقدرها وزي ما القيادة السياسية بتقدرها، هي كمان هتبقى هي قد التحدي طول الوقت. بشكرك جدا زميلتنا العزيزة الأستاذة علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، وإلى الأمام دايما.